أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان. أولى فقراتنا لليوم في حضرة المساء، كالعادة بنحتفي بإنجازات السودان الخارجية في مختلف المجالات. في المسابقة الدولية للعسل والتمور فاز السودان بمراكز متقدمة جدا في دولة قطر، اللي أقيمت لأول مرة بمشاركة 161 شركة و37 دولة عربية وإفريقية. بالتأكيد المنتجات السودانية دائما متميزة بمختلف تفاصيلها. حنتكلم عن شكل المشاركة كيف وعن تفاصيل كثيرة جدا من خلال باشمهندس حسام الدين متوكل محمد فضل أمين عام غرفة منتجين النحل والعسل بالسودان. مرحبا باشمهندس. مرحبا بكم شاشة قناة البلد. مرحبا بك. مرحبا بك يا أستاذ. بداية نتعرف ونعرف المشاهد على مهرجان سوق واقف العسل والتمر. طيب، مهرجان سوق واقف للعسل والتمور الدولي هو يمكن الدورة الأولى له بالنسخة العالمية. هو مهرجان متخصص في منتجات النحل والعسل والتمور، أقيم في دولة قطر في الفترة من 5 مارس حتى 14 مارس بمشاركة أكثر من 36 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، إضافة إلى 161 شركة عالمية كلها عرضت منتجات النحل والعسل والتمور. مشاركتنا في السودان كانت تتمثل في مشاركة بأنواع من العسل السوداني إضافة إلى منتجات من العسل السوداني شاركنا بها في المهرجان، وجدت رواج ممتاز جدا بحيث أنه كان عندنا جناح بنعرض فيه كل منتجات النحل والعسل السودانية، وعرضنا فيه أنواع العسل المختلفة بحسب مصادره، سواء كان عسل الغابات المطرية أو عسل السدير والصنط والطلح. وبدينا برضو نعرف المستهلكين حول العالم بأنه يا أخي العسل السوداني عسل طبيعي وله مميزات وله ممكن نقول يعني خواصه، سواء كانت الفيزيائية أو الكيميائية المميزة له. وتوجت المشاركة بجائزة أفضل مشاركة أفضل عسل خارجي مشارك في المهرجان، ودي كانت يعني فخر للسودان وإنجاز حقيقي في أنه نحن قدرنا في ظل كل الدول المشاركة أنه نقدر نحكز منتجنا الطبيعي ونحصل على هذه الدرجة. جميل جدا. طيب نحن بنبارك لك وبنبارك لينا كسودانيين عموما بالإنجاز ده، لكن خلينا نتكلم عن جناح السودان. أنت ذكرت أنه كان عندكم جناح في المسابقة، خلينا نتكلم عن شكل الإقبال كيف والتفاعل مع الجناح من خلال المنتجات اللي هي التمور مثلا غير العسل. نتعرف على شكل التفاعل مع الجناح كان كيف؟ الحمد لله رب العالمين، الجناح كان فيه إقبال عالي من مختلف الجاليات الموجودة في دولة قطر، ويمكن يعني حتى كان في ترحاب عالي بأنهم هم شافوا المنتجات السودانية، وكان في انبهار قليل بأنه يعني يمكن أغلب الأجنحة بيتم فيها عرض العسل أو الشميع أو الغذاء الملكي اللي هي منتجات محدودة للنحل، لكن احنا تميزنا بأنه يعني عملنا عرض لعدة منتجات، أولا لأنواع العسل إضافة إلى أنواع من شمع النحل ومن من منتجات النحل الأخرى، إضافة إلى المنتجات المصنعة من منتجات النحل سواء كانت من مستحضرات التجميل أو المستحضرات الغذائية أو الصحية المصنعة من منتجات النحل والعسل. ودي كانت يمكن هي برضو حاجة مميزة في المهرجان بأنه الجناح فيه أكثر من 33 منتج معروض، ودي كانت ما موجودة في بقية الأجنحة المشاركة في المهرجان. جميل جدا. باشمهندس، يمكن ذكرت أنه دول عديدة كانت مشاركة في مهرجان العسل والتمور، نحن كسودانيين أو أنتم مثلتوا في المهرجان، كيف تمت المشاركة في المهرجان الداخلي؟ نحن في مؤسسة البركة منتجات النحل والعسل مثلنا السودان، تمت تقديم الدعوة لنا من دولة قطر اللي هي المنظمة للمهرجان، شاركنا ومسلين للسودان يعني بمنتجات اللي هي اللي أنا ذكرتها في السابق منتجات العسل، وكانت المشاركة طبعا في أنه في جناح بيكون في المهرجان بنقدم فيه المنتجات السودانية، وختامه يمكن كان في تكريم حتى يعني بشهادات لكل الجهات المشاركة. ويمكن إجراء الموضوع بتاع الجائزة ذاته أو المسابقة تم عن طريق أخذ عينات من العسل السوداني، أو هم كل أنواع العسل الموجودة في المهرجان أخذوا منها عينات، لكن
نحن ناخذ من العناف من العسل السوداني الموجود عندنا، خضعت كلها الى تحاليل في مختبر اسمه مختبر الجوده. هو مختبر خاص بفحص العسل ومعتمد في منطقه الخليج ومطابق للمواصفات الخليجيه. وايضا كان عندهم لجنه من خبراء التذوق الحسي للعسل، وديل برضو كان عندهم يمكن لجنه بتمر عليها جميع العينات بتاعت العسل، وعلى ضوءها بعد ذاك بيبدوا في توزيع الدرجات والنتائج على حسب النتائج اللي تحصل عليهم سواء كان من التحليل المعملي او من تقرير لجنه خبراء التذوق الحسي. جميل جدا. طيب يا باشمهندس، يعني فعاليه كبيره زي دي اكيد فيها يعني شكل بتاع استفاده، غير يعني كون انتم تحصلوا على جائزه او غيره، من خلال التعرف على ثقافات جديده وغيره من الحاجات دي، نشوف انتم استفدتوا شنو، قدر شنو من المشاركه، ويعني ابرز الصعوبات خلينا نقول واجهتكم شنو يعني وانتم ماشيين تشاركوا هناك. نحن اولا الاستفاده كانت اولا للسودان قبل مثلا لنا نحن في مؤسستنا، لانه كل الناس الموجودين في المهرجان او كل العالم اتجهت انظاره الى السودان، بحيث انه ممكن بما انه السودان انتج عسل فيه جوده عاليه، معناها انه ممكن يكون في استثمار للقطاع بتاع النحل في السودان. فدي الحاجه اللي يمكن نحن يعني التمسناها من كل الشركات والمؤسسات المشاركه في المهرجان، على انهم بيستفسروا عن السودان وعن ممكن كيف يقدروا يدخلوا في استثمار في هذا القطاع ويقدروا يعني يساعدوا في تطويره داخل الوطن. ودي يمكن تعتبر فائده كبيره جدا، بانه نحن يعني قدرنا او حنقدر نجذب مستثمرين للبلد في انه يشتغلوا في القطاع بتاع النحل. ما في شراكات تمت ولا؟ اكيد طبعا في شراكات او في ممكن نقول صفقات تمت، يمكن في دوله قطر ويمكن في المملكه العربيه السعوديه، في جهات أبدت رقباتها وفي تواصل الآن معهم بأنهم عايزين كميات من المنتجات السودانية اللي كنا مشاركين بها في المهرجان، بحيث أنهم يسوقوها ويروجوها في دولهم أو في مناطقهم هناك. برضو يمكن تواصلنا كان مع إدارة سوق واقف، وهي برضو يعني رحبت بأنه هي عندها فكرة إنشاء سوق خاص للعسل ويكون سوق دولي، وإن شاء الله حيكون للسودان يعني موضع أو موقع هناك في السوق العالمي، حيث أنه تعرض فيه منتجاته بصفة دائمة إن شاء الله. يا سلام، إن شاء الله بإذن الله. زي ما ذكرت أنه الفوز فوز عظيم، وكونه السودان يمثلنا خارج السودان بخير تمثيل، دي ما حاجة سهلة، كونه أنه نحن بحاجاتنا الجميلة اللي بنقولها لخارج السودان وللدول الأخرى، وزي ما ذكرت الزميلة العادات والتقاليد بتاعاتنا، نقف عند الجالية السودانية الموجودة هناك في قطر، أكيد احتفل بيكم. ما بس السودان، لكن برضو الجالية السودانية الموجودة في قطر قدمت لكم شكل احتفائي. طبعا هو نتيجة المسابقة كانت يمكن في آخر يوم في المهرجان، وهي طبعا كانت نتيجة سرية غير معلنة إلا يمكن قبل 5 دقائق من توقيت إعلان المسابقة، لكن تم نقلها في القنوات الفضائية، قنوات الريان وقناة قطر، ودي يمكن أدت تفاعل وقتي. يعني نحن يمكن بعد ما استلمنا الجائزة ورجعنا للجناح وجدنا عدد كبير جدا من أفراد الجالية السودانية جو بيحتفلوا، كانوا شايلين علم السودان وكانوا يعني مبسوطين جدا بأنه السودان شارك وقدر يعني يحوز على جائزة بهذا المستوى. وبعد ذلك برضو يعني زاروني يمكن جزء من الأصدقاء الإعلاميين، يمكن الأستاذ محمد جمال كان معانا ووثق جزء كبير من الحدث، نحن نشكره برضو على يعني تفاعله مع الحدث. وبعد ذلك يعني تم الاحتفال بينا، ذهبنا يمكن للفندق، إدارة الفندق ذاتها كان عندها احتفال معانا بالجائزة يعني، ويمكن أصدقائنا كانوا مشاركين بالمهرجان برضو كلهم يعني جوهنوا السودان بهذا الإنجاز. ويعني توجت الاحتفالات أيضا باحتفال شركة تاركو للطيران، نحن بنقدم لهم برضو شكر على أنهم هم يعني تم الاحتفال في مطار الدوحة بهذا الإنجاز وعلى متن الطائرة اللي يمكن نحن جينا راجعين بها، ودي برضو يعني بادرة طيبة جدا بأنهم اهتموا بالإنجازات السودانية. كنتم متوقعين أنكم تاخذوا الجائزة من بين كل الدول اللي كانت مشاركة؟ والله المشاركة كانت كبيرة، نحن واثقين من يعني من منتجاتنا السودانية، واثقين من جودتها ومن أنها هي منتجات طبيعية. المشاركة كانت عالية جدا، يمكن في دول يعني يمكن عندها باع كبير جدا في منتجات النحل والعسل،
وتاخذ مراتب عاليه جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقنا يعني بانه حصلنا على المرتبه دي. الحمد جميل جدا. طيب انا قبل وقفت في النقطه بتاعت الصعوبات او المشكلات اللي ممكن تكون واجهتكم، خاصه انه ده اول يعني احتفال من نوعه للمنتجات العسل والتمور. خلينا نجي في ابرز المشكلات اللي ممكن تكون صاحبتكم شنو، حتى لو في مهرجانات حتقام لاحقا لحاجات زي دي وفي ناس ممكن يشاركوا فيها عشان تفاديا للمشكلات اللي ممكن تحصل، ابرز الحاجات الناس اللي ممكن تصطحبها معاشه. ايوه والله، هو عموما يعني نحن عملنا ترتيبنا الاول بالنسبه لاجراءات السفر واجراءات انه نقدر نصل في نفس التوقيت قبل المهرجان ونقدر نعد الجناح بصوره طيبه. دي يمكن كل الحاجات نحن يعني راعيناها. يمكن اخواننا شركه تارك نحن سافرنا معاهم برغم انه كان يعني الخطوط الجويه القطريه عندها خدمه مخصصه للحاجه دي، لكن احنا اخترنا الناقل الوطني، فهم برضو ساعدونا ما قصروا يعني جزاهم الله خير في 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 عمليه الذهاب، حتى في نقل المنتجات السودانيه وفي حتى في عمليه يعني رجوعنا نحن لارض الوطن. يمكن يعني تواصلوا معنا لاحقا الاخوه بالسفاره، ما كان عندهم علم بالمهرجان او ما حتى كان عندهم علم بالجائزه، يعني تم العلم متاخر، ودي نحن ان شاء الله نحاول نعالجها في المهرجانات القادمه بانه يكون عندنا تواصل مع اداره مع سفارات السودان الخارجيه قبل الحدث، بحيث انه يكون عندهم وجود ويقدروا يوثقوا الحاجه دي بصوره ممتازه. تم التوثيق اعلاميا في قطر للحدث انه كان في يعني بث مباشر للمهرجان وللجائزه. يمكن بعد ذاك شويه نحن هنا الاعلام في السودان بعد ما رجعنا يعني بدا ينظر للحاجه ويعرف انه بعد السودان الفوز. ايوه بعد الفوز. فنحن عايزين نحكس الموضوع بتاع الفوز، لانه هو يعني غير انه انجاز، هو عنده فوائد لاحقا ان شاء الله بالنسبه للسودان وبالنسبه لقطاع النحل، حيث انه هو قطاع نحن نعتبره يعني هو حديث في بداياته لسه، منتظرين الكثير ان شاء الله حتى نقدر ننهض بالقطاع الى الاعلى ونصل في مصاف الدول المنتجة للعسل ومنتجات النحل بصورة يعني قابلة للتصدير وقابلة لأنه نكون نحن في طليعة الدول إن شاء الله. يا سلام، إن شاء الله بإذن الله. باشمهندس، نجاح كل عمل أكيد بيكون فيه جروب وتيم بتدعموا بعض أنتوا كشباب، التخطيط والتنفيذ والفكرة هي لابد منها. برضو أنتوا عندكم أعضاء مع بعض أنتوا كشباب كتيم، شاركتوا كمان أذكر يعني الناس اللي كانت مشاركة معك في الجانب. أيوة يعني نحن في مؤسسة البركة يمكن يعني كل التيم العام عامل معنا كان له أثر في نجاح المهرجان أو نجاح الجناح في المهرجان. نعم. نشكر يعني يمكن الأستاذة كوثر أحمد محمد حمد، لأن هي المدير العام وهي اللي كانت يعني واقفة في كل ترتيبات الجناح وفي كل ترتيبات السفر والمنتجات وفي حتى في موضوع التسويق والعرض في الدوحة. فنحن يمكن نشكر كل قطاع النحل يعني أو كل قطاع العاملين بالنحل، لأنه نعتبر هذه الجائزة جائزة وطنية تحسب للوطن ولكل العاملين. جميل، شكرا لك جدا باشمهندس حسام الدين متوكل محمد فضل أمين عام غرفة المنتجين منتجين النحل والعسل بالسودان، وموفقين وإن شاء الله نشوفكم في مهرجانات ودائما فائزين ومتفوقين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. آمين إن شاء الله. نحن نشكر قناة بلدنا قناة البلد على تكريمها لعسل بلدنا إن شاء الله. الله يديك العافية. أكيد نحن لسه متواصلين عبر فقراتنا الجميلة والمختلفة، لكن فاصلنا الجراجعين.